بعد عزوبية دامت 18 عاما، الفنان كاظم الساهر يدخل القفص الذهبي بصحبة فتاة تونسية. وسائل إعلام عربية نشرت صورا للقيصر بصحبة شابة تونسية اسمها سارة في العاصمة الأمريكية واشنطن. مصادر للعربية أكدت أن الزواج تم فعلا، والعروس تونسية اسمها سارة في الثلاثينيات من عمرها، وتم عقد القران في حفل اقتصر على العائلة وأصدقاء مقربين في مقر إقامة كاظم الساهر في مربية الأسبانية قبل نحو شهر ونصف الشهر. ووفقا للمصادر نفسها، فإن علاقة صداقة على نطاق العمل والعائلة جمعت كاظم وعروسه منذ سنوات. خبر زواج القيصر ضجت به مواقع التواصل بين مشكك ومصدق له، حيث رفض البعض الفكرة مكذبين الخبر وهنأه كثيرون، فيما طالبه آخرين بإعلان الأمر رسميا. وصاحب الخبر تعليقات فكاهية من الفتيات تحديدا تعبر عن صدمتهن. نتابع. سلام الله ضوينا الشموع والتهاني نورت بين الضلوع، يا دموع الفرح يا أصدق دموع، يا دموع الفرح يا أصدق دموع. سلام الله على هذا الجمال، على كل اثنين دخلوا بالحلال. يا سلام الله على هذا الجمال، على كل اثنين لو بالحلال. إن شاء الله حلوة السنين، الرفاه بالبالين.